بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنارد خوش تبي صلاة بتخدت على الهواء بن همي دم تجي خير وبركة بن أم يت هندك دليفت الجيان رادر باز بين الجيان هميجي ابتلاءه. رب العالمين يا قوتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أجر خدان وصل الدنيا بجهيتا ودفي اختبار بجهيتا وباشتر الجل في أزموني بتنافى الدنيا دابتي جهشتا ويقف كم رفض بسلامتي در بعصبت. خد تعالى قوت لقد خلقنا الإنسان في كبت مروف يتمشقت إذا بشت رازبة دنيا نابتة بحشت دنيا وصاخوش نابت وكيم رو بيت وقت بسيار شندك مرو بيت تيجي هشتي وجامير وشارازات هاتا كرن تقولي متى يجد العبد طعم الراحة كان جمرو فندي طعم راحتي تناهي زانتن تقولي أو وقت أول بينغاضة خوت طابيت ناف بحشت إذا لو جي خد تعالى بحشتك تشيكري او كتوير داد انسان تنابت او جهي رحتيات تماما درست بحشتا خد تعالى كري خلات بو ايمان دارا ولو مرنجي يا قوت استراحة دنياي دا امنو كي دنياي دا ام دي بيجن بو بحشت الله كريم دعات كن خد مشوان حساب كات نکه دنیا خدا وقتی امت کوینت از مونا دا شریعت ما دین ما ریک اک بومدیت یک و امت ویر ریک دا بشین خوراک گرین وقتی بلا و مصیبت بومدین وقتی قیران هبیتن وقتی آستان گید جان هبن ما چه ریک هنه ما چه کار هنه ام چه بکین بو هندی کو ام بشین هاجوان صحبت تا یت کو بالان هم جی خلاص بین لود بریدا اکشوان اوکو ریکا ایگیه ام بشین خلبر گرفتاریت جانب گیرین و ملگل ایمان دارایه ملگل خود نیاسایه ملگل وانا اوید کو کفریه ناکن اب امر و قرارت خود تعالی ترازینه بس با بهین تنگی چید بیت وضع هندک جارا نخوش بیتن أبد بيجن أم تشب جيم باشا يا مروفت كتن بابت نفيجية بس نفيجة كان نهي عادي نفيجة كاب خشوع يا جلك خشوع تده هبيتن يعني جلك مروف خود تعالى وبيتا جريدان وقت تشد في نفيجة دا تحمي محاولك حمي فكرة خو حمي الرحا خو حمي دلي خو جسد خو كون و بكي ات مناجات دا الجل خود تعالى ولو جي الطبيب رحمة خود تعالى السربتن الطيبي ات بيجتن هنشين بال ودانا بلا بكن اك شو انا قوتي اب نفيجكي والصلاة الخاشعة نفيجكا كويا خاشع بيتن زمان بيغمبري صلى الله عليه وسلم ردانك الطبيعية سرشتي فيداب أفا هروكي عائشة بدقو هزيتن بحسي ويردانت كتن بشن زمن بيغمبري صلى الله عليه وسلم روش غيري روش برزبو وأفا مياديتي بل كان صالك وأفا جار جال دنيا داردتو مسألك علمية يا تماما وی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله هر ظرفی که دا یه طاره دا گازی که دا خلقی کوم و بن و دا بری خوب دنه خود تعالی یعنی بری که هر تشتکی انسان بری خوب دنه خود تعالی و من یتوکل علی الله فهو حسبه و علی الله فلیتوکل المؤمنون اتویر دا خلق کوم و بو و پیغمبری دست بکر صلی الله علیه و سلم و خود بک خاند
ومدحت خود تعالى كرن وباشن كبو بخلكي افسح بدا دا اشكرا كرن ان الشمس والقمر بابت الروجي وبابت هيفي اياتان من ايات الله دو بلا بيتن ايات بلغنامنا اش بلغنا كو دليل سر خود تعالى وعظمتا خود تعالى والفيري دا خلقك شو بدا تباش عندك خرافات في بيدادن قلت يا بنا نجبر مرنا كاسي ونجبر جيانا كاسي وكاسي فا غريدانينا بابتك وكي طبيعتك السروشتية افادي بيدا بيتن هيج مشكلة دانا خلقك كي هزرت كير كوب مرنا كوري بيغمبري فا غير عصاص بشكي مرنا كوري بيغمبري وان دالي فا مربو يا ما بي مخصات بيغمبري عصاصم قلت فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وقت هوا دي تشتكي هو صا بيدا بو تشتكي اكو بهوا يب زحمتا جيان سر هوا طاري بو آلوز بو هوا درقها كي هاي اف درقها قستا نويجب كان هر نسر شامل كتخو هر نمزقفتا نويجب كان جبركو هجر افا نويش هاتا كرن دي تنابونك بها بيدا بيتن امام النووي رحمته خد تعالى السر بيتن سر في قدنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة عن قدي فصلوا حتى يفرج الله عنكم نفيجبك حتى خد تعالى فرجك بهاتين تن وظان انخم نخوشتها عن ظان أصطنقتها وان قرفتاريتها سر هوالادت لوا أمد بيجينا يكودو ورن جلي أبي تتخما دا أبي تتأصطن جد جان دا أم همي بيكفا كان جرى تنويش كريا فينيتي كو بلا ومصيبات وأصطن سرتا سفك ببن لواجي ديسا نمونكا دينا قوتي هرك شا وقتي كربك بوتشيد بيت يعني أصطنك بوتشيد بيتن فعليه بالصلاة هرنا نبيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك جارا دات نفس صحابة دارين تخاري وبشوازك قصة شوازك جيروك وكو هلويس دبوان وقوه زيتن ابنين يا عبر كان دجرا مش هندك قولت بس ابا قصاصا بس ابا جيروك ابو خلقي بجوانين قوه يخو هندك جارا فيت مرفدة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني ابا پیغمبر يف اسلوب بهابو پیغمبر يف شواز ذهبو تاد بو خلقی اف نمونت گوتن نفس حبادرینش تی بو گوتی کسکت لان که دانا اخفتیه الا سیمروف بابت عجازیه بابت کش مروفا عقل مروفا گلگ مستره نه گوتی دنیا گوتی سیمروف عیسی علیه السلام و شوانا گوتی و کان فی بنی اسرائیل رجلون یقال له جریج ظلامه کبوت ناف بنی اسرائیل یادا ادگوتی اف جرایجا نوشت کر و دیکاوی گازی کروی او ما گلی بوی او ما پی مقصد هندک تشتی تهین راست وکو قصه تاد نگوتن بس این فی ذالک لعبرتن لی اولی الالباب عبرتا کاتی دا حی ایت نویجی دا و دیارا جابا دیکا خونه دا یا ربی اس نویجی بکم آن جابا دیکا خوب دم دیکا ویش دیار همازی که چو نفرین اک لیکر لون دک جد بجنه دیکا بابا زیب زی نفرین العیال خونه کن جرا ایش مرو بکی صالح بود نبیجی دا بو یعنی فقیری کتا اتنافا که بشم برا نال بزمارا دا از جه از نبیجی بکم انجا با دیکا خوب دم دیکا وی گوت یا ربی تو وی کره من نمرینی حتی توشی جنکت خراب بیت یا ربی تو ما پاریزی اینا ادویره دا جريج يت صوم عاخودا بشتي ماوكي وجنكا خراب هاتو يعني برفي بهات جنكا خراب هاتو طلبة خلت يجيكر أبي مروفي يعني وكيد بيجن خوبارست خوبارست وأثناء كتاد في خلت يدا أبجنا شو القل شفانكي والقل في شفاني بلا بيت بشتي ماوكي بحال كت و بچی که اگه بو و او هات افتهم بو جرایجی شکر گوته ویویه خلکی گوته فتشکی بینه گوته ویویه خلکیت گوتی او پانه ومرو وکی ایمان دار بو بسرمان بو ملتزم بو فلان بو او بخلطیت کد
خلق جندك جارة تشتل ديفنات شيت هندك جارة تشتي بيان ناكت رنق ايج دي تصوير السيدة كنت خاري ودرابت حاشا ديدات القلجن كاكا بيستارا افروك افنا وافسر وبرا قالك مشي قالك بربلافة ديت سمعة تايكي بشكينيته وخلق احتمال اوه سكا فلان كسي هو كرها ام فلان كسي هود كتها نا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تشتين بيان كاين ديف بتشي لو تفريدا خلق كاتو دس بيكر صوم عويش كوندو بلا بتهرفا عندو و اينان خبر و اخفتن قوتني ابي تشكر هات فتوضأ وصلى دس نبيجا قرد و دس بيكر نبيجا كر نبيجا بخشوع كر نبيجا جدل كر وهاد قوت تبي بجيكي وتبي بجيكي من أبوك يا غلام كي بابته كي بابته إنا خلق محبتي يعني بجيكي بجي بجيك ناغ وما تشاغ بيتن إنا قوتي الراعي شفان باب منه نتو توي باقشي توي بريء بلاكا قلكا مزنبو وقرفتاريكا قلكا مزنبو وسمعته في صفريكر توي حيني دا توي بختي دا اوي هاتو بلا بيتن اني دس بيكر نبيشكر و اوي نبيجي وليكر يعني قلق خدا خدي قلق قلق من دلال بلدف خدي تعالى رب العالم استجابة ويكر لو وفجا خلق شو قلت إلا مصاو معاتا ايدي بأخي بوتعباناك ايدي بزيري بوتعباك چونكي ما ظلم التكر مقصد ما بيبايا أبش نفيب نفيج قرطال هروصة الحافظ بن حجر رحمته أخذ تعالى السربتا بيشتن أف حديثة بيشتن حديثة دا واختمر بك كتت فزع كده كتت طرصة كده بيشتن يكون بالتوجه إليه في الصلاة تبشي دسبب كي بابت نفيج الدفتة بيدا بيتن هروصة سحكه اكدش وان طنگاويا يتمروا بكي جلك تشاك يمروا بكي كون بجن خليل الرحمن دوست خد تعالى يا دوست رب العالمين يا خليل خوشت فيه نيزيك ابراهيم عليه السلام ابراهيم جت ناف باجيره كده وتوي باجيره دا مروفت شاف خرابو مروفت نباشت دهين جهان ده باشا خوك و الظلام كي هاتي و جنكاكا جالكا جان الجل وقت جابا يفري كري و بكي قلت بخش كام سارايا و بيش نوي وقت تني اف هر دو ايمان دار سري عرض ما بن چه ايمان دار نما بو طبيعي عندك جرا ايمان دار دنيا دي كيم بن قوتي اگر قوت تو بيجاز خشكا ويمه خوشن كايبو بس وضعك ظرفك طنجة محتاجة إن أوبو وقوتي وفي مروفي يعني هرفيا حاشا دس درجية سربكت يعني تجرى ناميسا بيغمبرا صلاة سربن يا توشي غرفتار يبوي يا توشي مروفي خراب بحس يا ليكري آن أف فيا في دس درجية سربكت إن أبي جني رابو دس نفيش جرت وقازي كره خود تعالى يا ربي تزوني من إيمانا بتأيناي ومن إيمانا بيغمبري تأيناي ومن ناميسا خوة ستارك ريبتني بوظالامي خونة بيتن يا ربي توفي كافري سر من مصلتنا كي دستوي بو مدريش نبيتن ولو أفمروفا وكي شللك يبو تشيد بيتن وچندين جرا هر دوبارة يعني جرا كدي أفمروفا يعني بفي شكلها مهم بابت أبيه افمر باب چه قرطالبون ابن نویجی قرطالبون لوا جرکا دی گوتی اگر ترسک بوتا هات تنگاو یک بوتا هات نخوش یک جیان بوتا هات ایک سر قستا نویجی بکن دا تجوی مشکیله ها یا مازن خلاص بی لوا ابن القیم رحمتا خود تعالی سر بیتن بتوالی الصلاة تأثیر عجیب فی دفع الشرور الدنیا نویجی کارتی کرنکا سیرا هی
بو بحال بدانا شر الدنياي مشاكل الدنياي دو كات يت مشكلة كدا دو كيف يت وضعك خراب دا دو كيف يعني عندك صحبة نا طبيعي ورا تجي جاب الفان مرو بابك جا قلتي اگر مرو نويجاكا لاو بكتن مشتن إلا تشتك نينا وكي نويجي كو بمر بما صالح مرو في أدا بكتن يام بنجه بكتن حتى في جاكوتي دي بيتا مادك توفيقي بمروفي دي بيتا عافية وسلامتي دي بيتا غنيمة وغناء يعني بيتا مفاداري وزنجيني دي بيتا الراحة والنعيم دي بيتا تناهي وبردوام يخوشي بمروفي لو جوتي الطنقة بيادا قستان فيجب كان تظن انت كده حالتك الطنقاف دا بيك اف كده تشسكي تنانابي تنابون نه پندیک چیتن ولاده چم نارگیله کی آن حاشا مشروب کی آن جگاره کی آن فلانه کی آن بیوانه وره راسن بری خوب دن ویجه و قرآن و گوت واستعینو بالصبر والصلاة ریکا دوی ریکا استغفاریه امی بحثین دید که این افروکه نوعا ما جان دجرا تنگاتیات دهائی نخوشیت دهائی آستنگت دهائی ايكش اسباب اجرت يعني تمام بدفع بلاي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وهم بردوام اب استغفارت كان يعني اب توشي عذاب نابن توشي غرفتاري نابن يعني تشتك بوان بيجي دل سروان سفك بيتن لو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اخذت على سر بيتن بيشن عذابا يعني يا مدفوع أفيكو دي بلا بيتن دي جفي مروفي إتن بالدان چنك الشيخ السعدي تقول وما كان الله معذبهم هم يستغفرون يدي قوت أفا مانع أفا مطالة أفا ديوارة أفا يعني بلا بيتن ناهلتن مرفتوشي وان غرفتار يا بيت بس كنجي وقت مروف أسبابا أدات كتن أبو موسى الأشعري رازي بونا خدت على السر بيتن أدقوتي ما دو أمان هبون دو إمناهي ما هبون إكشوان إمناهيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هندك دي بيجن پیغمبر چون پیغمبر هرت ناف مدا چوا سنتو يت ناف مدا سنتا پیغمبری باشترین أمانتا چونك يختتو الديو بچيو پیگيري پیبكي ديش گلك مصيبت و بلايا پارستن ديسا قوت يا بردوام يا كتنا فودا بابت رب العالمين يا وديسا فضاليت قوت قوت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله سحكيها في حديثه أبا يعني أبا چند وكيفش ندبيت جهي كيف خوشي بمروبي بيشتم بندك يا خود تعالى دي بشتراز بيتان دي ايمن بيتان هنديكو افكسا يعني حدش عذاب اخذ تعالى دي قرطال بيتن هندي ما استغفر الله هنديكو استغفار بكتن وتوبه بكتن لو جي هرديسا ابو موسى هرد حديثه كو روج غيرين ادغوتي بيغمس سام غوتي الى الاستغفار هرن استغفاري هرن توبه بكن هرن بشامان ببن افاري جرينا بومروبي كومروف عذاب أخذت على خلاص بيت أمرو في منظرة فرد الشيء الدفين ينفي جات كتن ويستغفار جد كتن ريكا كادي ببابتي ببابتي دفع بلايا السر مروفي بابتي جلق ذكر خذ تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا بهندي يكو دام مروف يعني وكي دي سبهرستني ومطالب مروفي تشيبتن هر بحسي بابتي الرج غيريني نقول فإذا رأيتم فاذكروا الله واختها وقتشتك وصديد قالك ذكري خود تعالى بكن لو أجي هر ديسا بابتي كمروف ببيتا بارستن يعني طنقابيت وصدا وبلا سرمر في ربن بابتي دانا صدقية كريارة خيري صدقة دان الصدقة
ایک کشوان اگر گلکت مزنه بلی که پیدا بید این آری شما اویدی کونت مشکلی که داشت نیکا دیده سرا و صداقه کن طبعا نظرا نکن چجرا صداقه بکن بس کنگی بری وقتی بکه هندک جرا وضعیت باشه کادرام سرکی کم خیر بو هندک و رب العالمین اکه بلا که بین سرمسی بکت آن دفع بلا شما بکت والقلب بيرجس بيجن بلا يعني ايك مال دا اوا شولي بيچي كي بوچي هندك جراح سيرك قلبي دبيني 4 5 مرو باكاش مال تليفون ات ماكرن با هرش مسره كي داي نه بلا اوا شولاي كي بيتن ايك بي مسؤول بيتن اف صدقه ها مرو بكيتن بريك اري شبن بو دفع بالا لو بيغان سسا مختي اختي كي شويا در كفتي وقت تشتا قهية يعني صلاة الضحى يا بيان عساس دف وصاد دف عندك مروفة رادارة بازو عندك جن الويربون قازي كير قلي جنا هبوخ صداقي بكان مديد قلك جنا دبنا خلقي آقري بخو صداقي بكان يعني فيك صداقي بكا دا نبي أهل آقري دا نشات ناف آقري دا هرديسا ابن القيم رحمة الله تعالى السربيت تقول لي الصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء بابت دانا خيري يعني إلا خير تبيجي استشتكي ما أدرست كان تو ماستر بك خير ماستر نايك خويك يتبيتشيد بيت ما ده ما نانا كي كما خير نتا بيتشيد بيت برا هر رجا كما بيجا سخودان فرني أفرو كما تشي فقيري هات سر حسابهم تبي أبيت محسيت كان تبيتشيد بيت أنا كي جامري احتمال بيتشيد بيت دو صوكاب كات أخير تشتاكي وصا والحمد لله طبعا في شهد ناف ماذا هاي بقاف كي قال جرا دي بني كي تشوفرنا كي كاقر هندي كي بتناني وضعي خراب افا حقي ولدف مجاشت تشتاكي قال كي باش لو اف بابتي صدقة يعني بابتك دفع بلايت مظن سر مروفيت كتن حتى ساكي بابتي يعني دفع نساخيت عم بيجين جسدي جسدي نوهل نفتب كابن داو مرضاكم بالصدقات أبا قوتنا بغنبرية صلى الله عليه وسلم خدان أبي چنده بكتن ريكيكا ديا هاي بابتي دفعا بلا يشمر في بيتاكرن مروف خوب جوان بكت خوب خملي نتن ابوان روشت جوان أبي شهي يعني شو دي دفعا بلا يشمر في بيتاكرن أبا ديارة پیغمبر صلی الله علیه و سلم دمی چوی غار حراء ولی بری وقتی موضوعی وحی بودیتن و ترسا کتیت ناف دری ویدا وقتی تیتن بحثی که وکی بجم بطن یا مدادن سر مدادن وی وقتی سش خود ترسم او بو خدیجه اندک آخرین گلک جوان گوت نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم والله خود تعالی تکیم ناکت و خود تعالی دبلن کت و تو مرو واینیت گهینی و تو بار خلقی راد که و تو امرو به بار تو پشتوانی لید که یو تو قدر میوانی دیگری یو تو با بر دوام الگل حقیه افشتن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بتت افتشتت کو اخلاقی بن او صفات جوان الدفته مردینیه جامریه مروعتا تو صلحیت که ایدنا برا مرو وادا او کار جوان الدفته دی بیت اگرک دفع بلایا پیش مرو بی بیتا کرن لو جي إمامي لسان نووي رحمة أخد على السر بيتان إدقوتي هندك زانات بيجن معنا آخفنا خديجة رازي بونا أخد على السر بيتان إنك لا يصيبك مكروه تشتي مكروه تشتي نخوش بسر تدناء تخاري جبر وان سالو خط جوان وان شما إلى أبل دفتهين وإمام الكرماني رحمة أخد على السر بيتان بيشتن هندك خصال تين هندك شاكيت تين اتبنى السبب سلامتي بو مروفي مروفي تبارزش مصارع السوء شوان تشتتكو مهفركية خراب مروفي تبارزن وتبيت اجري دفع قلق مكارها قلق بلا سر مروفي لواجي امام العين تقول رحمة اخد على السر بيتن بس مكارم الاخلاق افروشت جوان الدفتة افد ابن السبب سبب للسلام للسلامتي من مصارع الشر دي بيتا ريكا باراستني بوتا عند توشي قلق قرفتاريا نابي ولوا
دیسا بن باز رحمت خدا علی سر بیتن اد گوتی خدا نکریار جوان اف مروه رزیل نابیت هر مروه که کریار جوان هبیتن بلا پشتراز بیتن اف مروه شرمزار نابیتن اف مروه نا کبنت آستانگا دا هندک سالو ختن چونکه ما گوتی ام خلاص نابین ام قرطال نابین وقتی ام قرطال نبین مریک تین مهندک پالدر تین مهندک جبر تین مهندک کار تین خود تعالی بو مید گوتین چونکه دنیا جه از بابای خود تعالی تشید هم میگوام از تارکتن بس دی سحکت بندی خو ات حالت تو صدا دی چند دلگل خود تعالی گری دای بیتن چند دی برف خود تعالی بچیتن دا جوان گرفتاری تو جوان مصیبت تو وان بلا خلاص بیتن چونکه ام یت برف مصیبت آمی بنا برف بلای بنا کس دنیا دا وکل دست پیک ما گوتی نبینتن جه تناه یکا بردوام بلکه گلک آستانگو بلا دی بسر مرویدائینا خاری دا خازی و دعا شکل تعالی دکین رب العالمین مشهمین گرفتاری دجان پاری زیتن دعا دکین رب العالمین اگر ام بیجن کودستی ایکی یان ازمان ایکی یان ایک تشتکی خلط السرما هر اکش ما بکت خود تعالی دستی وی درش نکتن و اخفناوی درش نکتن ام همی برف واشی ببین ام همی برف خیری ببین ام همی مصلحت و بر جوان دیای کود دابین بر دوام شکر خود تعالی بکن سر نعمتت رب العالمین پیش کشی مد گت اگر نعمتا باران بیت اگر نعمتا جیار بیتن یا ربی تو ما بر دوام کل گل کار خیری آمین والحمد لله رب العالمین. Oh.